السلام عليكم ورحمة الله، معاكم مهندسة آلاء كمال. النهاردة إن شاء الله نتكلم شوية على البايب ران وإيه فايدتها، وهنقول برضو إزاي لو إحنا عندنا سيرفس وتغير السيرفس ده خالص، إزاي نغير الشبكة كلها بأسرع طريقة ممكنة إن إحنا نفولو السيرفس الجديد بدل السيرفس القديم من غير ما نغير حاجة في الشبكة. أول حاجة هنروح على البايب نتورك ونبدأ نشوف البايب ران هنتعامل معاها ازاي. نجيب مثلا Pressure Network Creation Tool، هنا هنكتب اسم الشبكة بتاعتنا، وليكن مثلا ان احنا هنسمي الشبكة بتاعتنا Potable Water، وبعد كده هنسمي الخطوط بتاعتنا البايب ران ديت اللاينات بتاعتنا. يعني مثلا احنا بيبقى عندنا لاين واحد، لاين اتنين، لاين تلاتة، فهنعمل كل واحد باسمه. هنكتب مثلا هنا لاين واحد على سبيل المثال، وهنختار البارت ليست بتاعتنا، وهنختار السايز بتاعنا. طيب الريفرنس سيرفيس بتاعنا هنختاره اللي هو السيرفيس بتاعي ده اللي اسمه كومبايند سيرفيس، وهقول له ان انا مثلا عايزاه ينزل من السيرفيس ده 3 متر او مثلا 2 متر، ومش عايزة هنا اي ليبلز، هقول اوكي. هبدأ ارسم مثلا الخط بتاعي عامل كده سي مثلا. هنلاحظ ايه هنا؟ هنلاحظ ان الفيتنج هنا اتعملت، بس هي ايه مش باينة. سيلكت سيميلر بس اعمل ستايل هنا. طبعا احنا ممكن نغيرها من الستايل، يعني نظبط الستايل قبل ما نشتغل. طيب احنا هنا اتعملت عندنا الفيتنج دي 45 ديجري، ودي كذلك، وبرده هنا الفيتنج اترسمت اوتوماتيك مع الخط واحنا بنرسم. طيب هل دي ثابتة؟ يعني هنا بقى فايدة البايب ران في ايه؟ ديت كده مثلا 45 ديجري. طب لو احنا مسكنا واتعمل لنا الالاينمنت كمان مع الرسم على طول، مش ايه مش مانوال زي الفيرجنات القديمة. طيب احنا دلوقتي لو مسكنا الخط ده وجينا حركناه كده لأي اتجاه بقى كده مثلا، حولت معانا الفيتنج، بقت الفيتنج 90، وتغير الستايل بتاعها لان احنا الستايل ده ما كناش مغيرينه لو ناخد بالنا لما جينا حولناه، لان ان هو ايه اتغيرت، بقت الفيتنج 90 ديجري. يعني مديك فليكسيبل ان انت لو مسكت الخط بتاع الالاينمنت واتحركت بيه في اي زاوية، هو باي ديفولت بيغير لك الفيتنج بتاعتك على الزاوية اللي بتروح بيها. دي اول ايه ميزة فيه. طيب تاني حاجة بقى ان احنا الالاينمنت اهو مترسم معانا على طول. طب احنا بقى مثلا عايزين نكاريت خط تاني، مثلا نكمل هنا معانا لاين تاني او كده، هنعمل ايه وانت في الشبكة نفسها؟ بدل ما نعمل شبكة جديدة نتورك جديدة، هنروح هنا اد نيو بايب ران، وهنرسم البايب ران بتاعتنا وهنسميها مثلا لاين اتنين، وهنعملها برضو من السيرفس بتاعنا، وهنعمل الكفر ده، هنقول اوكي. مثلا هنرسم هنا اي لاين مثلا شبكتك بقى بأي شكل، فبرضو ايه اتعمل معانا بالفيتنج بتاعتها. طب احنا لو مش عايزين نرسم بايدنا وعندنا مثلا بولي لاين وجاي كده عايزين نرسمه، هنروح من هنا ونعمل create pipe run from object، وهنختار الاوبجكت بتاعنا، هنشوف هل الاتجاه ده هو اللي احنا عايزينه ولا نغيره. لا مثلا احنا عايزينه يبقى كده مثلا، وهنكتب ان pipe run ديت مثلا line 3، وهنختار برضو كل حاجة، نختار هنا السيرفس بتاعنا والكفر بتاعنا وكل حاجة، وهنقول اوكي برضو اترسمت معانا. طيب يبقى احنا كده ممكن ايه نرسم كده او كده.
في نفس الوقت احنا كل حاجة معملها الالاينمنت بتاعتها، ممكن نمسك هنا الالاينمنت ده ونروح على باي بران وايه، وهنعمل البروفايل بتاعنا. طب ايه الفرق ما بين دي وما بين دي؟ هنشوف دلوقتي. هقول له بس نيو بروفايل فيو، اوكي، هحط البروفايل بتاعي هنا في اي وقت في اي مكان. ده هنا كده ادي السيرفس بتاعنا وادي الشبكة بتاعتنا. طب انا مش عايزة التكسيرة دي او عايزاها، هعملها ازاي؟ هدوس عليها كده وهروح على، بس انا دايس على حاجتين، هدوس على الشبكة كده يبقى عندي البريشر بارت بروفايل، وهروح على الباي براند بروفايل وهختار دي ان انا عايزاها تبقى بس من عند الفيتنج، هي الكسرات من عند الفيتنج بس، وهقول ايه اوكي. بس هختار هنا نو بروفايل فيو، هي باي ديفولت ان هي نو بروفايل فيو، مش هعمل كريت انا، هو على نفس ايه البروفايل، وهدوس اوكي. لاحظنا ايه؟ ان هو خلاها كلها مش متكسرة الا بس عند الفيتنج، هي ايه اللي نازلة الاتنين متر بتاعتنا، تمام. طب انا عايزة ارجعها مثلا تاني، ادوس عليها وارجعها هنا تاني. طيب فرضا انا عندي هنا ماسورة ديت مثلا معدية، انا مثلا لو مسكت دي كده وقلت له ايه، والله انا عايزة اظهر ديت Drew Parts in Profile View، واخترت الفيو بتاعنا، لقيت ان الماسورة دي جاية معدية كده. استنى هغير بس الستايل بتاعها، اخلي مثلا ديت يبقى كروس عشان يظهر لي هنا ككروس، اهي الماسورة ديت. طيب الماسورة دي جت معايا مكلشة هنا في الماسورة بتاعتي، فانا ممكن ان انا احل الكلاش ده من هنا، مجرد ان انا همسك كده وهنزل بالسهم ده لتحت، وهنزل بالسهم ده لتحت، فانا كده حليت الكلاش بتاعي اللي جاي مع الماسورة الكروس اللي معدية من البروفايل. طيب جميل، وهكذا مع اي حاجة احنا ايه هنقابلها كلاش، ممكن ان احنا ايه نحلها بهذه الطريقة. طيب فرضا انا دلوقتي عندي السيرفس بتاعي اتغير لأي سبب كان، يعني السيرفس ده كده ما بقاش والله طفوله، السيرفس ده بقى سيرفس جديد، فهنعمل ايه؟ انا طيب هشوف دوت مثلا مناسيبه كام واعمل سيرفس جديد مقارب ليه. يعني عايز اعرف عموما تقريبا ماشي في رينج كام السيرفس. احنا ممكن ما نعملش طبعا الستايل ان هو كونتورو تريانجل، بس انا كنت عايز اشوف يعني المناطق المعدولة في ايه والمناطق اللي مش مظبوطة. يعني احنا بنتراوح تقريبا من 175 ل 180. طيب انا هعمل مثلا سيرفس عليه بمثلا elevation 170 سي مثلا، هعمل بس نقط كده هعمل مثلا هنا elevation. ايا كان يعني الطريقة اللي نعمل بيها السيرفس مفيش اي مشكلة، او يعني هو طبعا السيرفس هيبقى جاي لك جاهز بقى او كده.
هروح اكريت سيرفيس مثلا جديد، هقول ايه هو بالدرونج اوبجكت، واختار بلوكس، واختار النقط بتاعتي. طيب انا هنا عندي اتعمل سيرفس جديد، وانا عايزة الشبكة بتاعتي ديت تفولو السيرفس الجديد مش تفولو السيرفس بتاعي القديم. هروح اعمل ايه؟ هروح ادوس عليه برضو واقول له ايه بايب ران بروفايل، وهروح على السيرفس بتاعي هنا وهختار ان احنا نفولو السيرفس اللي هو الجديد، اللي هو سيرفس واحد اللي احنا عملناه دلوقتي ده، وهقول له اوكي. بص السيرفس بتاعنا الجديد اللي هو على 170 اللي احنا عاملينه، بقينا احنا على 168 تحتيه بايه باتنين متر زي ما احنا قايلين. فاذا كأن السيرفس ده مش موجود اتلغى، واحنا بقينا بنفولو السيرفس ده. طب احنا لو عايزين نغير بقى كمان المسافة الكفر ديت مثلا، هنغيرها من هنا برضو، هنكتب مثلا ديت احنا عايزينها 1.5. اوكي بقت المسافة عندنا 1.5 وهكذا. احنا دلوقتي اتعلمنا ازاي نشتغل بالبايب ران، ازاي نعمل بيه الشبكة، ازاي ان احنا لو عايزين نعمل بايب ران جديدة في نفس الشبكة من غير ما نعمل شبكات جديدة نكريتها احنا بنفسنا، او ان هي بتبقى فروم اوبجكت لو عندك الشبكة معمولة جاهزة، ازاي ان احنا نمسكها ونغير الاتجاه بتاعها في اي مكان فتعمل ابديت للفيتنج بتاعتك اوتوماتيك، ازاي نحل الكلاش من على الشبكة من على البروفايل، وازاي لو اتغير السيرفس بتاعك هتغير الشبكة كلها بدل ما نقعد يعني نعدل في الشبكة ونقول السيرفس بتاعنا اتغير طيب هنعمل ايه وبتاع. فدي طبعا ايه يعني تعتبر اسهل طريقة ان احنا نعدل بيها الشبكة بتاعتنا لو في اي تغيير في السيرفس. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.